المحافظ بن عدجو، أبناء شبوه حددوا خيارهم وإن حزوا لشرعية الرئيس هادي. علق محافظ محافظة شبوه محمد صالح بن عدجو على المليونية التي شهدتها عاصمة المحافظة صباح اليوم الأحد بأن أبناء شبوه قد حددوا خياراتهم في صف الرئيس هادي. وقال المحافظ بن عدجو في تغريدة له إنه ليس جديدا ولا غريبا أن يقف أبناء شبوه مع شرعية فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي ومع الدولة ومؤسساتها. وأكد بن عدجو أن من احتشدوا اليوم للتعبير سلما عن موقفهم الداعم للشرعية هم نفسهم من دافعوا عنها قبل ذلك بأرواحهم وقاوموا مشاريع الانقلاب والتمرد عليها وحددوا خياراتهم بالانحياز لها. وبين محافظ شبوه أن أبناء المحافظة قد حددوا طريقهم باختيارهم أن يسيروا خلف شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعمهم الواضح والداعم للحكومة الشرعية.